أيضا معنا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أهلا ومرحبا بحضرتك معنا. في البداية يعني كيف تلقيتم هذا الخبر بحل مجلس الحرب وما دلالته بالنسبة لحضراتكم؟ أنا أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بألف خير. أنا أعتقد بأن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب الإسرائيلي هو عملية هروب للأمام من قبل نتنياهو في محاولة منه لتجاوز أي صعاب قد تطرح في المرحلة القادمة، وخاصة أن كان هناك حالة من التهديد أو المطالبة من قبل من كل من سوميتري شوبين جافير بالرغبة للانضمام إلى مجلس الحرب. هذا الأمر الذي سيشكل معضلة كبيرة في وجه نتنياهو، وخاصة أن أفكار كلا المتطرفين سوميتري شوبين جافير هي واضحة، المزيد من التغول في الدم الفلسطيني مواصلة العمليات العسكرية، هذا من جانب. من جانب آخر بن جافير هو معروف عنه داخل دولة الاحتلال بأنه وزير التيك توك، أي بمعنى لا يمكن استيمانه على أي معلومات عسكرية أو أي خطط عسكرية، بما يفشي العديد من الأسرار. وهذا الأمر الذي دفع نتنياهو للقفز إلى الأمام خطوة من خلال الإعلان عن حل المجلس الحربي ومحاولة تشكيل مجلس مصغر أو كما اسمه المطبخ السياسي، والذي يضم كل من الساحة النقبي رئيس لجنة الأمن في الكنيسة الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية ورياض درعي زعيم حركة شاس وزير الداخلية الإسرائيلي للتشاور في العديد من القضايا الخاصة بالعمل السياسي وبالعملية العسكرية التي أصبح نتنياهو يتفرد بها من خلال هذا المجلس، والذي يضم كذلك وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت. هذا الأمر الذي سيسهل على نتنياهو اتخاذ القرارات بما يتعلق في اجتماعات الحكومة الموسعة، وعندما يتم عرض أي قرارات على الحكومة الموسعة، وخاصة أنه ضمن العدد الأكبر من الأصوات التي قد تساهم أو تساعد في تمرير أي قرارات يريد اتخاذها نتنياهو في هذا السياق، وهو الأمر الذي يجب إدراكه من خلال هذا الأمر. ولكن على الجانب الآخر قد تكون هناك مجموعة من المطالبات لكل من سومترش وبن جافير في محاولة الابتزاز السياسي الذي يمارس من قبل هذين الوزيران دائما في كل مرحلة يتم المطالبة من نتنياهو بأثمان سياسية أو أثمان شخصية أو حتى أثمان حزبية، ونحن نعلم بأن سومترش قدم للكابينيت خطة متعلقة بقضية مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، شرعنة العديد من البؤر الاستيطانية، المزيد من الاستيطان، كذلك سحب بطاقات البي اي من الشخصيات المهمة. كل ذلك هو أراد من خلاله سومترش أن يكون هناك ثمنا، ونتنياهو استغل الفرصة نحو حل هذا المجلس الحربي، وخاصة نحن نعلم بأن هذا المجلس الذي كان يضم كل من كانت سواء إذن كنت، وبعد انسحابهما حاول نتنياهو أن يحملهم مسؤولية ما سيحدث مستقبلا بعد، وبخصوص ما سيحدث مستقبلا دكتور جهاد، ما هو التوقع بالنسبة لي اتفاق وقف إطلاق النار خاصة بعد هذه التطورات؟ يعني أعتقد بأن الأمور ستبقى تراوح مكانها، خاصة بأن هناك رغبة لدى نتنياهو بأن تستمر العملية العسكرية حفاظا أولا على وضعه الداخلي داخل حكومته والائتلاف الحاكم، لإدراكنا الكامل بأن في حال توقف العملية العسكرية أو الذهاب إلى المفاوضات دون أثمان حقيقية تدفع سيفرط عقد هذه الحكومة وسينسحب كل من سومترش وبن جافير من هذه الحكومة. ولكن نتنياهو يراهن على إطالة أمد العملية العسكرية، هذا من جانب، لتحقيق مجموعة من المكاسب الشخصية، هذا الجزء، وجزء آخر لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف في هذا السياق. ولكن على الجانب الآخر علينا أن ندرك قضية مهمة، بأن هناك ضغوط ومحاولات تمارس وتتواصل من قبل كافة الأطراف الوسيطة على رأسهم جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تهدئة، لأن الذي يدفع الثمن على مدار هذه التسعة أشهر هو الشعب الفلسطيني الذي أصبح مجرد أرقام لحركة حماس ومجرد أعداد تذكر لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد المزيد من التغول في الدم الفلسطيني، والشعب الفلسطيني الذي يقهر ويذبح ويقتل وتتفشى بالأمراض هو من يدفع ثمنه. لذلك هناك محاولات كثيرة للضغط،
من هنا أعتقد بأن يجب استثمار الفرصة الموجودة، وخاصة أن هناك حالة من التوافق سواء الدولي على ما سمي بخطة بايدن، ودعم سواء عربي وعالمي لهذه الخطة للتوصل إلى صفقة تبدي من خلالها ويتم من خلالها وقف إطلاق النار، لأن إنقاذ ما يمكن إنقاذه هو الأفضل من الاستمرار في عملية القتل أو المقتلة الدائرة بحق الشعب الفلسطيني. أنا بشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف، كنت معنا الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك.